خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية. دخل ملف الأمن القومي الأمريكي على خط المواجهة بين الغريمين دونالد ترامب وجو بايدن في خطوة تحد. وقف ترامب قائلا للحلفاء الأوروبيين في حلف الناتو صراحة وبالصوت العالي إن أمريكا لن تحمي أحدا ما دام لم يدفع نصيبه من الإنفاق الدفاعي في الحلف. الأدهى والأمر أنه هددهم بالخصم الأزلي لأمريكا ولباقي أعضاء الحلف طبعا روسيا. في المقابل هاجم بايدن خصمه ترامب وصفا تهديداته بالحمقاء. أما داخليا فقد فتح الخصمان النار مرة أخرى في تصريحاتهم فيما يتعلق بقرار إقالة وزير الأمن الداخلي الأمريكي. قال بايدن إن هذه الخطوة سياسية بحتة وغير دستورية من قبل الحزب الجمهوري. الحرب الدائرة بين المتنافسين على كرسي البيت الأبيض بايدن وترامب بدأت تشتعل قبل نحو 9 أشهر من السباق الرئاسي، ولكن من منهما سينجح في إقناع الشارع الأمريكي برؤيته، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن القومي الأمريكي الذي بدأ تصدره للمشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، بدأ تصدره مبكراً. في أحدث تعليقاته نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حسابه على إنستغرام صورة كتب عليها: ترامب كان محقا في كل شيء، في إشارة إلى أخطاء الرئيس الأمريكي في إدارته للولايات المتحدة. هو يقصد الرئيس الأمريكي الحالي، حيث أشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أن بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا، مشيرا إلى قدرات بايدن الذهنية والجسدية، حيث قال الرئيس الجمهوري السابق عن منافسه الديمقراطي: لا أعتقد أنه يعلم حتى أنه ما يزال على قيد الحياة. يذكر أن بايدن قد اتهم ترامب بالرضوخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا في تصريح متلفز من البيت الأبيض لحض المشرعين الجمهوريين على إقرار حزمة مساعدات حيوية لأوكرانيا، قال إن تصريحات ترامب مخزية وخطيرة. صرح النائب الجمهوري تيم سكوت أن الشعب الأمريكي يعاني من قرارات الرئيس جو بايدن، وأضاف سكوت عبر تغريدة كان اسمها فيما مضى تغريدة يقال عليها الآن بوست على منصة إكس، قال إن 60% من أبناء الشعب الأمريكي يكافحون لدفع نفقات معيشتهم، مضيفا أن أمريكا لن تتحمل 4 سنوات أخرى من رئاسة جو بايدن، وأنه حان الوقت لأن تصبح أمريكا أكثر قوة وأكثر أمانا تحت قيادة، تخيلوا، قيادة من؟ دونالد ترامب طبعا. يذكر أن تيم سكوت كان أحد منافسي دونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري الأمريكي، لكنه انسحب من السباق على الترشح وقدم الأصوات هدية لدونالد ترامب داعما الرئيس الأمريكي السابق داخل الحزب، حيث ظهرت تكهنات أنه من أبرز المرشحين لمنصب نائب الرئيس في فريق دونالد ترامب الرئاسي باعتبار ما سيكون. للمرة الأولى منذ 150 عاما صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي بشأن هذا القرار. جاء ذلك القرار عقب أسبوع من الخسارات المتتابعة التي مني بها الجمهوريون في مجلس النواب بعدما حاولوا عزل مايوركاس على خلفية أزمة الحدود، حيث يزعم الجمهوريون أن مايوركاس ارتكب جرائم خطيرة بسبب تعامله مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك. من جانبه صرح بايدن في بيان له صرح أن هذه الخطوة سياسية بحتة
مضيفا أنه لن ينظر بلطف إلى الجمهوريين إن كانت له عينا التاريخ. التاريخ لن ينظر بلطف إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب تصرفاتهم الحزبية التي وصفها بأنها غير دستورية. وقال إن هذه التصرفات استهدفت موظفا عاما شريفا استهدفته من أجل ممارسة ألعاب سياسية جمهورية تافهة. تعد قضية الهجرة أحد أوجه التباين الرئيسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا الإطار نجح الجمهوريون في توجيه ضربة لإدارة الرئيس جو بايدن بعد أن صوت مجلس النواب بوقع 214 نائباً مقابل 213 نائباً على عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بعد اتهامه بعدم تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، والتي أدت بحسب الجمهوريين إلى تدفقات قياسية للمهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والإدلاء ببيانات كاذبة للكونغرس. ورغم أن عزل مايوركاس بشكل نهائي يعد مستبعداً كون ذلك الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، إلا أن الحدث يصعد بقضية الهجرة والمهاجرين لقمة القضايا التي ستشكل توجهات الناخبين الذين سيصوتون في موقعة الثلاثاء الخامس من نوفمبر المقبل لاختيار ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات تالية. محاولة عزل وزير الأمن الداخلي أشعلت حرب التراشق الإعلامي بين الحزبين، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إن التاريخ سيذكر الجمهوريين في مجلس النواب لأنهم داسوا على الدستور لتحقيق مكاسب سياسية بدلاً من العمل على حل التحديات الخطيرة على الحدود، فيما يتهم الجمهوريون بايدن وإدارته بالتساهل ما أدى لتشجيع الهجرة غير الشرعية. ينضم إلينا الآن من واشنطن الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، أهلا بك زميلي الكريم. هل شرحت للمشاهد الكريم حكاية مايوركاس الذي يختصمه الجمهوريون كل هذا الاختصام؟ مرحبا محمد. حكاية أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي باختصار هي ليست محاولة تقصد الجمهوريين له فقط، ولكنها هي محاولة لضرب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في ملف حساس جدا قد يسقطه في الانتخابات المقبلة، وهو ملف الهجرة. وزير الأمن الداخلي هو أحد المسؤولين في هذا البلد عن مسألة تدفق المهاجرين وتأمين الحدود. أليخاندرو مايوركاس عند الجمهوريين متهم بأنه لم يدر هذا الملف إدارة جيدة، وأنه في عهده تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الحدود الجنوبية على الولايات المتحدة. وصل الأمر بحسب وكالات الهجرة إلى في عام 2023 إلى قرابة 10,000 مهاجر يوميا. نتحدث هنا عن رقم ضخم، هناك مئات الآلاف قد يتخطون الملايين في بعض الأحيان، موجودون تقريبا في كل ولاية جنوبية تشترك بحدود مع المكسيك، موجودون في الشارع، ليس لديهم أماكن إقامة كافية، والولايات المتحدة أصبحت ملزمة بهم. تنتشر أحيانا بينهم أو يستغلهم دعنا نقول كارتلات الجريمة والمخدرات في أمريكا الجنوبية وفي المكسيك، ويندسون وسطهم الكارتل من يقومون بتهريب البشر وتهريب المخدرات. الكارتل هو العصابات المنظمة على نطاق واسع يا رامي، أليس كذلك؟ صحيح، عصابات الجريمة المنظمة التي تتخصص في تجارة المخدرات والسلاح والإتجار بالبشر أيضا، يندسون وسط المهاجرين، وهذا مأخذ كبير من حكام الولايات خاصة الجمهورية في الجنوب. كل ذلك
كل ذلك وضع أليخاندرو مايوركاس تحت سيف نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والذي قاد حملة لعدة أسابيع ماضية من أجل التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي لأول مرة منذ 150 عاما. ليس التصويت هو الذي أول مرة، لكن العزل هو الذي حدث لأول مرة منذ 150 عاما. لم يكن يستطع مايك جونسون والجمهوريون تأمين الأغلبية اللازمة في الجلسات السابقة، ولكنهم هذه المرة استطاعوا توفير الأغلبية اللازمة للتصويت على عزله، وبالفعل تمكنوا من التصويت على عزله. وأصبح هناك الآن نقطة ضعف كبيرة في إدارة بايدن لملف الهجرة، وهي وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، والذي وصفه بايدن بأنه رجل يخدم وطنه وموظف عام يخدم بلاده ويدافع عنه حتى الآن. ولكن هل يستطيع أليخاندرو مايوركاس أن ينقذ بايدن مما قد يحدث له في الانتخابات المقبلة بسبب ملف الهجرة؟ ملف الهجرة قد يضيع على بايدن ولاية مهمة جدا من الولايات الجنوبية المتأرجحة، وهي ولاية أريزونا. أريزونا التي قد يفوز فيها الديمقراطيون أو الجمهوريون قد تضيع على بايدن بسبب أنها تعاني من أزمة الهجرة ومن تكدس المهاجرين في شوارعها، وهذا أمر قد يضيع منه أريزونا ضمن 6 ولايات أخرى مفتاحية أو ولايات متأرجحة في الانتخابات. وإذا ضاعت ولاية فإن على بايدن أن يحرز أكبر عدد ممكن من الولايات المتأرجحة الأخرى، ولكنه في كل واحدة منها يواجه أيضا مشكلات أخرى تتعلق بالاقتصاد وما إلى شابه. سنرى كيف سيحرك الشعب الأمريكي مزاجه يمينا ويسارا، وإلى أين سيتجه في هذه الانتخابات المقبلة. رامي، من خلال اطلاعك على الأدبيات المستقلة في هذا الشأن، مايوركاس قصر بالفعل؟ إذا كان يتدفق على هذه البلاد 10,000 مهاجر يوميا، نعم فقد قصر. إذا كان يدخل المهاجرون غير الشرعيون بأعداد أكبر من المهاجرين الشرعيين، هناك مهاجرين شرعيين بالمناسبة يعني، ولكن إذا كان عدد المهاجرين غير الشرعيين أكبر من عدد المهاجرين الشرعيين، فإن هذا أيضا يعد تقصيرا. إذا كان المهاجرون إذا ما دخلوا إلى ولاية وعبروا الحدود لا يجدون أماكن تؤويهم ولا يجدون أماكن للإقامة ويقيمون في الشوارع، يبيتون في الشوارع، فهذا أيضا تقصير من وزير الأمن الداخلي، بل تقصير من الإدارة الأمريكية بأكملها. في النهاية هذا الوزير ما هو إلا تمثيل لأداء هذه الإدارة، والتي بالفعل أخفقت كثيرا في التعامل مع ملف الهجرة، حتى باعتراف أنصار الحزب الديمقراطي أو الناخبين الديمقراطيين الذين يرون بالفعل أن هناك تقصير من هذه الإدارة في ملف الهجرة. ولكن محمد، بايدن ورفاقه في هذه الإدارة يحملون مسؤولية هذا التقصير لمن؟ يحملونه للجمهوريين في مجلس النواب الذين دأبوا على رفض كل مشروعات قوانين دعم الهجرة وحزم التمويل التي اقترحها بايدن واقترحتها الإدارة الأمريكية لدعم الهجرة. وبالأمس قالها بالفعل بايدن عندما وصله الخبر بشأن التصويت لعزل مايوركاس، وقال الأجدر بالجمهوريين بدلا من عزل هذا الرجل الشريف والقيام ببعض الألاعيب السياسية، عليهم أن يوافقوا على حزم دعم الهجرة التي اقترحتها الإدارة الأمريكية عليهم، وهم يرفضونها كل مرة متذرعين بسبب ما. الكلام بايدن انتهى هنا. حديث الرئيس الأمريكي بشأن هذه القضية يبدو لافتا للانتباه، وخصوصا أنه وصف الوزير الذي نتحدث بشأنه بأنه شريف. هل اتهم في شرفه؟ ما أعرفه أنه اتهم بالإهمال أو التراخي، لكن لم يتهمه أحد في شرفه.
يعني لم يقصد بايدن في وصف مايوركاس برجل شريف أو رجل مخلص أو رجل يخدم بلاده، هو فقط أراد أن يعدد مآثر الرجل حتى يقول للجمهوريين إنكم تنهون خدمة رجل جيد يؤدي مهامه بكفاءة وبشرف وبنزاهة. لم يتهم الرجل بالفساد وإنما اتهم بالتقصير والإهمال، تلك هي المشكلة. حتى إن بايدن أيضا وصفه بأنه يدير الملف المناسب، لأنه في الأساس مهاجر كوبي جاء إلى الولايات المتحدة شابا وأدى خدمة عسكرية كما أدى خدمة في وزارة الخارجية حتى تدرج في المناصب ووصل إلى كونه وزيرا للأمن الداخلي. فلذلك يصفه بايدن بأنه بالفعل الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا متوقع طبعا من بايدن. صحيح. أن يدافع عن رجله في وزارة الأمن الداخلي في مواجهة الهجوم الجمهوري الذي استهدف مايوركاس، لكنه في الأساس يستهدف بايدن والإدارة الأمريكية بشكل عام وأدائها في ملف الهجرة. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يرامي، والغريم المحتمل المنافس المحتمل للرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر، بالتأكيد سيركب هذا المركب، وهو منذ فترة رئاسته الأولى كان يتحدث بوضوح عن الخطر الوجودي الذي يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية من قبل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وأحيانا كان يتحدث عن المهاجرين عموما. كيف يتلقى المزاج الأمريكي هذا الكلام الآن من دونالد ترامب؟ دعني محمد في البداية أقول لك إن ترامب ركب المركب بالفعل في هذا الأمر ومنذ فترة، وله تصريح شهير تزامنا مع التصريح الخاص بحلف الناتو الذي كان يقول فيه إنه من لن يدفع اشتراكه أو مشاركته في حلف الناتو سوف يسمح لروسيا باحتلاله. تزامنا أيضا مع هذا التصريح المثير للجدل كان هناك تصريح آخر مثير للجدل يخص الهجرة، قال فيه إنني سأطلع بهذا الملف بمجرد أن أتولى الرئاسة، وأنني سأقوم بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين من الولايات المتحدة وليس أمامنا سوى ذلك. بالفعل ترامب يعني يستغل الأزمة جيدا لصالحه انتخابيا، ويعد مؤيديه ويعد ناخبيه بأنه سيتخلص من هذه الأزمة نهائيا من خلال القيام بأكبر عملية ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة. في جملة واحدة يا رامي، الوقت انتهى للأسف الشديد، في جملة واحدة، هذا يوصله إلى المكتب البيضاوي مجددا؟ قد يوصله بالفعل المكتب البيضاوي في حالة إذا استمر سوء إدارة بايدن لملف الهجرة. الزميل الكريم رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، وافر امتناني أقدمه لك. يبدو أن تصريحات دونالد ترامب الرجل المثير دائما للجدل بشأن الناتو لم تكن صادمة لغريمه جو بايدن وحده، بل كانت صادمة كذلك لحلفاء أمريكا من الأوروبيين. الرجل أشار إلى أنه سيدعم روسيا في فعل ما ترغب فيه تجاه أعضاء الحلف الذين لا ينفقون بما يكفي على الدفاع. كان وصف بايدن حينها لهذا التصريح بأنه ليس أمريكيا، لكن قبل ساعات قليلة خرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل قائلاً: الانتقادات التي نسمعها ليست بشأن الحلف، بل بشأن الدول الأعضاء التي لا تنفق ما يكفي على التحالف العسكري، مؤكدا أن الزيادة الجديدة في الإنفاق العسكري تعد دليلا على أن الرسالة قد وصلت. فما الذي يخشاه الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي في خطط دونالد ترامب إذا ما وصل مجددا لسدة الحكم؟ لا ينفك دونالد ترامب عن مواصلة الهجوم على غريمه السياسي التقليدي جو بايدن، ليس فقط على شخصه أو وضعه الصحي وحسب، وإنما أيضا على سياسته داخل الإدارة الأمريكية الحالية. ترامب الذي نشر له صورة عبر منصة إنستغرام مكتوبا فيها:
كنت محقا في كل شيء. شن هجومه هذه المرة على سياسة إدارة بايدن في التعامل مع حلف الناتو ليعلن أنه لن يرغب في حماية دول حلف شمال الأطلسي من أي هجوم روسي إذا تأخرت مساهمتها، ويرى أنه ليس على الولايات المتحدة تحمل الفاتورة الدفاعية الباهظة لحماية الحلف وحلفائه وحدها. ليخرج بايدن ويصف تصريح ترامب بأنه تصريح خطير وغير أمريكي، مدافعا عن قراراته بأن مخاطر الأمن القومي تتطلب إقرار مشروع الإنفاق التكميلي والذي يضمن لأوكرانيا دعما بنحو 60 مليار دولار. وتدخل سياسات الأمن القومي في السجال بين المرشحين الأكبر لجذب عدد أكبر من المؤيدين، بعدما أفادت عدد من استطلاعات الرأي برفض العديد من الأمريكيين لسياسة الدعم اللامحدود لأوكرانيا، وهو ما يحاول دونالد ترامب استغلال هذه الآراء لصالح معركته الانتخابية. أما على مستوى حلف الناتو ومستقبله في حال فوز ترامب، خرج كيث كيلوغ الجنرال المتقاعد وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق ومستشاره للأمن القومي ليقول إنه من المرجح أن يقترح عقد اجتماع للحلف في يونيو 2025 لمناقشة المستقبل، وإن الحلف قد يصبح بعد ذلك حلفا متعدد المستويات حيث يتمتع بعض أعضائه بحماية أكبر بناء على التزامهم بالمواد التأسيسية للحلف. فهل ينجح ترامب في مناورته السياسية بورقة الأمن القومي، أم أنه سيسبب قلقا أعمق لدى الأمريكيين من خطته الجديدة؟ يشرفنا الآن من كاليفورنيا دكتور أشرف سينجر، خبير السياسات الدولية في القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يا دكتور أشرف. الوقت ضيق للغاية، لذا السؤال سيكون قصيرا جدا. يا دكتور، كلام بايدن قاله منذ سنوات طويلة حين كان يترشح للرئاسة للفترة الأولى، لماذا يندهش العالم الآن؟ لماذا يندهش أعضاء الناتو الآن؟ آسف، كلام ترامب طبعا. ترامب هو اندهاش، لأن ده بيلغي أساسيات مهمة جدا في تكوين حلف الأطلنطي، وأمريكا طبعا كدولة كبيرة وهي المسؤولة دفاعيا منذ طبعا الحرب العالمية الثانية والأولى، وانخرطت طبعا في الثانية أكثر، وتحمل تبعيات الإنفاق الدفاعي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي ماما أمريكا، يعني هي مسؤولة عن الأمن الأوروبي، وهي تحقق طبعا مصالح كبيرة جدا من وجودها في حلف الأطلنطي، وضمان أمن الأوروبيين يجب أن يرجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أقصد يا دكتور أشرف أنه هذا كلام دونالد ترامب منذ 10 سنوات. يعني بالتأكيد هو ترامب على فكرة هو برضو يعني نجح في حاجة، هو جعل الإنفاق الدفاعي لبعض دول حلف الأطلنطي تزيد، لأن الولايات المتحدة نسبة الإنفاق الدفاعي للدخل القومي كانت الولايات المتحدة دايما أكبر من كل الدول، في دول كتيرة راكبة مجانية على ما تنفق الولايات المتحدة من ضمان أمن أوروبا. هو ترامب قال أنا ما تحملش أنا الشعب الأمريكي، ودي لغة على فكرة تخاطب كثير من الأمريكيين، يحبوا يسمعوا إن احنا لما نقدم خدمات الدفاع ما تكونش مجانا، يعني لازم يدفعوا، ألمانيا تدفع، فرنسا تدفع، هولندا تدفع، يعني كل دول الأعضاء يجب أن يدفعوا. لكن الكلام المخيف اللي قاله ترامب اللي هو أكثر تطرفا والذي يقلق الولايات المتحدة هنا البيت الأبيض تحديدا، يقلق الشركاء الأوروبيين أعضاء حلف الأطلنطي، اللي هو فكرة إيه؟ اللي مش هيدفع خلاص روسيا بقى لو هجمت عليه. طب يا دكتور أشرف، فيما يتعلق بشؤوننا نحن العرب في هذا السياق، هذا ينطبق أيضا على الدول العربية التي تعتمد باعتمادا ما على الحماية الأمريكية؟ بالتأكيد، لأنه هو مش هيبقى عنده مفضلة للدول العربية دون دول الأطلنطي، يعني الأمن الأوروبي أمن مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما بالك بقى إذا كانت الدول العربية المرتبطة بوضع أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهو برضه هيطلب منهم إن هم يسددوا نفقات أو يشتروا أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكيين تعلموا أن يكون فائزين ويحصلوا على قدر المستطاع من موارد الدول الأخرى، يعني هو
سلعة الأمن والدفاع دي سلعة غالية، وكل يعني دولة بتدفع فيها الغالي والنفيس. فالولايات المتحدة بتقولك أنا مش هقدم خدمات مجانية للدفاع عن أي دولة عربية. طيب يا دكتور، السؤال الأكثر طرافة في هذا الشأن، إسرائيل هيعمل معها إيه طيب؟ هي إسرائيل بتواجه تحديات داخلية وخصوصا في الحزب الديمقراطي يعني. لا آسف يا دكتور، سؤالي كان في ذات السياق، سيجبرها على الدفع مقابل الحماية أيضا؟ لا، إسرائيل اقتصادها مقارنة باقتصاديات دول أوروبية أو ما تقدرش. إسرائيل دولة احتلال قائمة على التبرعات والإعانات والمعونات من الداخل الأمريكي أو من اللابي الإسرائيلي الداعم للدولة، دولة الاحتلال. ولكن الإسرائيليين أو دولة الاحتلال يعني تعودت منذ إنشائها على أنها يجب أن تكون الإبنة المدللة للولايات المتحدة الأمريكية. ما أفهمه منك دكتور أشرف أنه ترامب إذا ما وصل إلى البيت الأبيض سيحصل مقابل الحماية كما كان يفعل الفتوات في زمن روايات نجيب محفوظ، سيحصل مقابل الحماية من الجميع ما عدا إسرائيل. لأن إسرائيل تملك لوبي ضاغط على الأعضاء في الكونغرس، في الشيوخ، بتساعدهم هنا في الحملات الانتخابية زي ما بيقولوا كده في مصر، من دقن وفتله. يعني هي بتستطيع أن تجني مواردها من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنها تقدم نفسها على أنها رأس حربة للمصالح الأمريكية. ولكن الجديد في أن دولة الاحتلال بجيشها وخصوصا بعد 7 أكتوبر بانت كما أطلق الأمريكيين المتخصصين أنها أصبحت قلقطة السمان، القطط التي تعودت أن تأكل وتزيد من حجمها ولا تقدر على الدفاع عن نفسها كما كانت في الستينيات لما يعني بدأت تبان أنها دولة يعني تملك من الأسلحة والتقدم. لكن بالنسبة لجيشها أو جيش الاحتلال بعد 7 أكتوبر بدأ يبان أنه كعش العنكبوت، وهذا هو الأزمة التي تواجهها إدارة بايدن أو إدارة الجمهوريين إذا كان ترامب موجود ولا لا. يعني هم دلوقتي بيقولوا الأمريكيين بشكل واضح يجب عليكم كدولة احتلال أن توفقوا أوضاعكم في المنطقة العربية في منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن أن نعطي شيكا على بياض إلى الأبد لحماية أمنكم. وإذا كنتم دولة معتدية ولا تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني، الأجيال الجديدة في الولايات المتحدة يقول لك احنا غير ملزمين على ان احنا نقدر نوفر لهم الحماية كما وفرت الولايات المتحدة. هنشوف الحماية. يا دكتور هنشوف. دكتور أشرف، أخيرا في جملة واحدة لو تكرمت، بعضهم لا يصدقني حين أقول له أنه الصراع الانتخابي هو بين الأفيال والحمير في الولايات المتحدة الأمريكية، يتصورون أنني أهزل أو أحاول إهانة بعض الأطراف في أمريكا. ليس صحيحا. لا. ليس صحيحا. الأمريكيين بيسعدوا قوي أن هم يتقال عليهم في الحزب الديمقراطي بأن هم رمزهم الحمار، وده بيرجع إلى يعني هم بينظروا إلى 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 الحمار على أنه ذكي وعنده جي بي إس ويعني عنده نوع من المكر. أنا أتفق معهم في ذلك يا دكتور أشرف، والله أنا أحترم هذا الحيوان النبيل احتراما هائلا. يا دكتور حضرتك شرفتنا وأنرتنا، دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية في القاهرة الإخبارية شرفنا من الولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدي الكرام، صراع الأفيال والحمير في الولايات المتحدة الأمريكية محتدم حتى الانتخابات بعد شهور طويلة، لكن نحن نتابعه على شاشة القاهرة الإخبارية لحظة بلحظة. إلى اللقاء.